أجر وعافية يا أبو سلطان، لفتة محبة أهداها لاعبو وجمهور نادي العربي الكويتي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حمداً على سلامته، وهي الصورة التي تداولها مغردو الإمارات بشكل واسع خلال الساعات الماضية، معبرين عن شكرهم لأشقائهم الكويتيين عبر هاشتاغ تحية من الإمارات للكويت. وإلى هاشتاغ جديد، القرضاوي يتهجم على السعودية. فبعد أيام قليلة من الهجوم الذي شنه القرضاوي ضد الإمارات، عاد اليوم ليوجه ضرباته إلى السعودية، متهماً إياها باستخدام أموالها لقتل المصريين بدعمها سلطة الانقلاب حسب تعبيره، ما أثار ضده الشارع التويتري الخليجي والعربي لإشعاله نار الفتنة والوقيعة بين العرب، متسائلين من جديد عن صمت قطر التي يبث منها تلك التصريحات المسيئة لدول الجوار. كما تداول المغردون نص حوار أجري منذ عامين مع زوجة القرضاوي سابقاً، كشفت خلاله بأن القرضاوي عميلاً للموساد ويتحدث العبرية بطلاقة. يتضح بكل جلاء أن القرضاوي ضد كل من يهدم حلم الإخوان، هكذا هم رؤوس الإخوان، وهذه توصيات مرشد المقطم. وأخيراً إلى هاشتاغ جديد بعنوان إيجابيات تويتر، يصل صوتك إلى حيث تريد. الاختصار المفيد، كشف لنا السلبيات، أن الكبير والصغير والغني والفقير وذا المنصب والأسود والأبيض عدد حروف تغريداتهم 120، ما في فرق بينهم.